الآن يشرفنا من القاهرة كذلك سيادة اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني المصري سابقا. مرحبا بك يا دكتور، نشرف كثيرا بانضمامك إلينا. بدأ لنا إنه الإقليم على شفا الانفجار، وإنه هذا الانفجار في مصلحة الأجندة الأمريكية أيضا سيادة اللواء. في تصورك الخطوة التالية لإسرائيل ستكون ضرب المشروع النووي الإيراني أم استكمال الاجتياح البري اللبناني أم هما معا؟ أهلا سيادة محمد وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. طبعا في البداية بقول إن خروج حزب الله من المعادلة سيضعف إيران. لذلك قامت إيران بهذه الضربة. لأن خروجه هيضعفها ضعف قوي. وإن إيران بتحاول تخفق من محاولة إسرائيل تحويل 7 أكتوبر القادم لنصر. فكده يعني الضربة بالإيرانية جاية في وقت قاسي بالنسبة لقوات الاحتلال. وإيران نجحت. لقد ذكرتنا بشيء في غاية الخطورة سيادة اللواء، رغم إن الضربة لم لأنه يمكن يكون يوم 7 أكتوبر بالنسبة للأجندة العسكرية الإسرائيلية هو يوم التصعيد الأكبر. طبعا هي إسرائيل هدفها على الأرض حاليا الصغير خالص، الهدف الحالي في الخمس أيام دول هو إعلان نصر زائف وتحويل 7 اكتوبر ذكراه الى نصر. امام الداخل الاسرائيلي ده الهدف الحالي كام يوم. طيب دول. في اي اتجاه سياده اللواء؟ طبعا هي حاليا اعلنت امبارح عن الهجوم البري، وهو لا يعتبر هجوم بري لان هو عمليه بنسميها في القوات المسلحه استطلاع بقوه. عفوا سيادة اللواء، حين نتطرق إلى مصطلحات عسكرية من هذا النوع يحسن أن نشرحها. طبعا استطلاع بقوة ده القوات المهاجمة في البداية بتبعت قوات خاصة تخش على مسافة 500 متر أو كيلو، أولا بتكتشف قدرات المقاومة اللي قدامها، ثانيا بتكتشف الأرض الحقيقية والتجهيزات للمقاومة، ثالثا تدمر اي شيء قصدها وخاصه الانفاق بتاعه حزب الله، رابعا تكشف خطط النيران، خامسا ترفع المعنويات للقوات اللي لسه هتهاجم. يبقى سادسا تبقى قوه تستند اليها القوات المهاجمه في التقدم، ويبدا يعدل قراره بناء على الواقع وليس على التخطيط على خريطه. فده اسمه استطلاع بقوه بيتعمل بواسطه القوات الخاصه المدعمه او قوات اسلحه مشتركه، يعني مشاه ومدرعات في حته في قطاع صغير جدا. فهو النهار من امبارح بدات القوات الاسرائيليه استطلاع بقوه وتحقيق. بالنسبه لنتنياهو هو حاسس انه عمل نصر كبير وخاصه كسب التأييد الداخلي. فالضربه الايرانيه النهارده ايا كان النتائج بتاعتها هي دي كسرت محاولة إسرائيل لتحويل 7 أكتوبر لنصر. لأنه كان ممكن أعتقد أنه كان هيعلن أن أنا انتصرت في الجنوب اللبناني، مع أنه هو بعد تماما عن القضية الرئيسية، بعد عن غزة وبعد عن الضفة، وما زالت إسرائيل تحاول إبعاد المشهد عن غزة والضفة. طيب نقول الخطوة التالية إيه؟ هل النووي ولا هل الاجتياح لجنوب لبنان؟ هو ده سؤال الساعة سيادة اللواء. أعتقد في ضوء إحنا لو حضرتك النهاردة رئيس الحرس الثوري رد على إسرائيل وقالت حال رد إسرائيل فإننا سنرد، معنى ذلك بيقول لهم أنا ضربنا عشان نحفظ ماء وجهنا ومش عايزين نصعد الموقف. فأعتقد إن إسرائيل هتتروى في الرد، فإذا هيكون الرد في لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وليس على إيران في المنظور اللي هي الأيام دي، وهيتروى سنة، لكن الرد هيكون على ما أعتقد في الساحة الحالية. ليه كمان؟ لأنه نضيف نقطة، هو دلوقتي بيعتبر نفسه نجح في الدخول 500 متر أو كيلو، وبيعتبر نفسه النزوح
تم للبنانيين من الجنوب. فاذا هو النجاح لازم يستغله بالنسبه له هو، فمش هيفتح شيء اخر لايران الا لما يحقق حاجه على الارض يستند اليها في الجنوب اللبناني. انا اعتقد ذلك. فهو هيركز حاليا على انه يتوسع بالاستطلاع بقوه اللي تم ده بمحاوله توسعه المنطقه حتى على الاقل حتى 5 كيلو، او يعمل مفاجاه يوم 7 اكتوبر او قبلها بيوم ويعمل ابرار بحري او جوي على الساحل. عفوا يا دكتور، ابرار يعني انزال للقوات. ابرار يعني ياخد قوات يركبها وسيطه بحريه وتنزل على الشاطئ. أيوة. او ابرار جوي بالهليكوبترات وتنزل الطيارات تنزل قوه. الابرار ده بيعمل حاجات كبيره جدا، بيبقى اولا عنصر مفاجاه، بيعمل حصار للمقاومه من خلفها وتدميرها اثناء ارتدادها، بيعمل تقويه لمعنويات قواته اللي لسه هتهاجم، بيشتت جهود المقاومه، بيحدث خلخله في الدفاعات وبيربك خطط المقاومه في عمقها، بيقطع كل طرق الامداد للمقاومه اللي هتجيله من على الطرق الرئيسيه، بيحتفظ بارض في العمق يستند اليها القوات الاماميه اللي هتبدا تهاجم تصل لها. فالابرار ده بيبقى شيء هام جدا في الهجوم، ان يتم في العمق على عمق 10 كيلو 15 20. طبعا في العمليات الكبيره بين الجيوش بيتم على ازيد من كده بكتير. لكن انا بتكلم في مناطق جبليه وطرق ودوله نظاميه ضد مقاومه، لذلك بقول هيبقى مسافته بسيطه عشرات الكيلومترات واقل كمان، هو يحقق بينا ويقول انا قواتي جوه الجنوب اللبناني حاليا. انا اعتقد ده هيبقى القادم، وهو الهدف الاساسي بتاعه هو الداخل حاليا، وانه يتوسع في الشرق الاوسط، انه بيقاوم العراق ويقاوم اليمن ويقاوم سوريا ويقاوم ايران، وانه لو دخل جنوب لبنان بقوات مش هيخرج من جنوب لبنان. يحاول نتنياهو ويحاول وزير دفاعه وزير حربه في الحقيقة يحاول أن يصدر صورة أنه الجيش الإسرائيلي جيش خارق، نقاتل على 7 جبهات سيادة اللواء، يعني غزة، الضفة، لبنان، اليمن، سوريا، العراق، إيران، 7 جبهات وننتصر في كل تلك الجبهات. ما حقيقة فهمك أنت سيدي لهذا التبجح؟ الحقيقة عسكريا أن ما يحدث من جيش الاحتلال الإسرائيلي هو ضعف الضعف. يا سلام. يا سلام. ضعف الضعف. ليه؟ لأنه هو جيش نظامي بيقاتل مقاومة. المقاومة في نقطتين هامين جدا. المقاومة ليس لديها دفاع جوي، وده شيء هام جدا، فمديله حرية للقوات الجوية من التحرك. المقاومة ليس لديها قوات جوية لتقوم بصد هذه الهجمات وتنفيذ هجمات أخرى ضده. إذا هو بيقاوم مجموعة من الأفراد على الأرض ويدعي أنه انتصر وأنه جيش. الجيوش النظامية تحارب جيوش، والانتصارات هي كسب معارك على الأرض. طب أكبر مؤشر لكلامي ده أنه بقاله سنة في منطقة 365 كيلومتر مربع اللي هي غزة محاصرها تماما برا وبحرا وجوا، ولم يحقق الهدفين اللي أعلنهم رسمي. الجيش بالكامل الإسرائيلي لم يحقق في غزة أي أهداف، وترك الساحة في غزة وانتقل إلى لبنان لتحقيق أي نصر قبل 7 أكتوبر. أنا أعتقد ذلك. لكن عسكريا هو بالميزان العسكري لا، ليست قوات عسكرية نظامية تقف أمام هؤلاء أو أمام هذا، إلا إن كان المقاومة نفسها أقوى حاليا على الأرض من قوات الاحتلال الإسرائيلي رغم قواته الجوية. وفي نقطة هامة قوي يا أستاذ محمد، إن القوات الجوية في الجيش لا تحسم معارك، لا تحسمها نهائيا. اللي بيحسم المعركة هو الفرد المقاتل الذي يستولي على الأرض، ثم المفاوضات، ثم السلام. لأن تعريف الحرب
في جميع الاكاديميات بما فيها الاكاديميه الامريكيه نفسها، الاكاديميات الامريكيه، ان نهايه الحرب المنتصر فيها هو من يفرض السلام والاستقرار للمدنيين على الارض. كنت تشرفنا هنا في استوديو القاهره الاخباريه سياده اللواء، وسالتك هذا السؤال انت وكوكبه من كبار المفكرين الاستراتيجيين والعسكريين العرب. السؤال كان: هل يمكن لدولة أن تستمر في الوجود إن كانت في حالة حرب دائمة؟ سيادة اللواء، طبعا في حتة بالسؤال الأخير ما سمعتهاش، لكن هل يمكن لدولة أن تستمر في الوجود إن كانت في حالة حرب مستمرة لا تنقطع؟ لا طبعا. هو ما يحدث في إسرائيل شيء خارج للعادة، خارج للعادة إن دولة بقالها 76 سنة بتقاتل. وأنا الشعب الإسرائيلي ده اللي من حكومة متطرفة إلى حكومة يمينية إلى حكومة تدخله في حروب وفي مناوشات وفي أزمات ودائما ينزل في المخابئ، أنا ما أعرفش الشعب ده صابر على حكوماته إزاي بهذا بقاله 76 سنة في هذا الموقف. لا يوجد ذلك، ولا بد من المفاوضات. وعلى فكرة يعني مصر فطنت لهذه النقطة اللي هو تصاعد الموقف في المنطقة منذ 7 أكتوبر، ومصر أعلنت ذلك منذ 7 أكتوبر. السيناريو اللي بيتم دلوقتي للتصاعد والوصول بالمنطقة إلى أزمات طاحنة في المنطقة. نعم سيدي. ونتمنى أن تتم المفاوضات طبعا ويوقف النيران، نتمنى. لأننا والكلام لا ينطبق فقط على حضرتك وعلى المصريين، ينطبق على كل العرب. والله مجموعة الاتصال العربية الإسلامية قالت في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: نحن صناع سلام، أيدينا ممدودة للإسرائيليين بالسلام على أساس حل الدولتين، والذين يريدون الحرب ليسوا العرب. سيادة اللواء، سيدي الكريم، أشكرك جزيل الشكر. سيادة اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني المصري سابقاً.